يونايتد 2-1 النهارده. آه. والمباراه اللي احنا بنامل او اللقاءين اللي بنامل ان السيتي يتعثر فيهم اليونايتد في اليونايتد وتوتنهام في ملعب السيتي. هل حضرتك شايف ان السيتي ممكن يقع مع اليونايتد في الاولد ترافورد ولا السيتي قطر مش حدش عارف يوقفه؟ لا لا قطر يعني 55 يا كابتن اهو. لا 55 اهو خلاص 52 48 عشان خاطري. طيب والشامبيونز ليج شايف مباراه بورتو هيعدوا بورتو ولا بورتو اللي كسبوه 5-0 السنه اللي فاتت مختلف عن الموسم ده؟ مختلف. هطلع روما من دور ال 16 وبالتالي بورتو من الفرق القويه. مختلف هيوصل بس يعني ايه بش بش بالسهوله يعني. طيب ماني ولا صلاح ممكن يروح ريال مدريد الموسم اللي جاي؟ احنا سامعين في الصحف ان ماني هو اللي رايح، هل صلاح ممكن يتفوق عليه وممكن يعني الدفه تتغير والكلام يتغير؟ حضرتك عارف دي حاجه طبيعيه في كره القدم. ريال مدريد كان صلاح كان الفتره اللي فاتت بس دلوقتي الاخيره هو ماني اللي موجود على الساحه. هو خلي بالك يعني انا يعني السبب المباشر كان كريستيانو خلي بالك طبعا يعني من احد المقربين لكريستيانو اعرفه يعني وكان كريستيانو كان ضد اللي هو محمد صلاح يجي يعني وقف في طريقه يعني لكن الوضع اختلف لما راح ليفنتس الوضع اختلف الوضع اختلف يعني. طيب محمد صلاح هل حضرتك شايف ان مانيل الموسم ده فارق عنه محمد صلاح يعني اخذ كل السوكسي منه زي ما بيقولوا كان هو ليفربول كان هداف ليفربول حتى مع منتخب بلاده الموضوع بقى مختلف فماني هو يعني هيفرق عن صلاح الموسم ده طبعا حته التهديف وفي الظروف وحتى يعني التوقيتات وماتشات التهديف مؤثره للجمهور ليفربول يعني كابتن علاء يعني ان شاء الله مش هكون اخر حلقه هكون معايا